قول لي what do you expect to happen؟ إيه اللي احنا نتوقعه؟ قال لي if the threat can't withstand attention force more than 30. قول لك إيه اللي ممكن تتوقعه لو الخيط ده آخره يستحمل 30. طب احنا مطلعين centripetal force equal كان مطلعينها اللي هي 54 نيوتن. هو بيقول لي ان الخيط اخره اصلا 30 نيوتن. ايه اللي ممكن نتوقعه؟ طبعا اللي نتوقعه ان الخيط ده هيتقطع. الخيط ده يا شباب ايه؟ هيتقطع. طب تعالوا نشوف ال choices. قال لي the thread relaxes، طبعا مش هيعمل relax. قال لي the thread doesn't break، لا هيحصل له break. قال لي the thread break، the thread break and the stone moves at the moment of the breaking the thread towards the center of the circular path. لا طبعا ده لا، لان الستون هنا مش هيتحرك فين؟ في اتجاه السيركلر باث. لو احنا كده يا شباب بصوا، لو الاوبجكت بيتحرك كده وده كده السنتربتال فورس، والاوبجكت بيتحرك في الدايركشن ده، ده كده الدايركشن هو بيتحرك. لو الخيط اتقطع احنا اتفقنا ان الاوبجكت ده بيمشي فين؟ بيمشي تنجنت لمين؟ تنجنت للباث، يعني بيتحرك في نفس التنجنت فيلوسيتي، في نفس الاتجاه ده، فمش هينزل يمة السيركلر باث، يبقى ده غلط. طبعا هيتبقى لنا ان ثريد بريك، ايوه. قال ذا ستون موفز ات ذا مومنت اوف ذا بريكنج ذا ثريد تنجنت، ايوه اهو هيتحرك ايه؟ هيتحرك تنجنت، يبقى ده الكوريكت انسر ايه بتاعنا. ده كويشن كام؟ 34. نيجي للكويشن اللي بعده 35. قال لي if the radius of the horizontal circular orbit in which the particles is moving with the speed v، يبقى الاوبجكت ماشي بايه؟ بسبيد v. طيب قال لي gets quadrupled. quadrupled ده معناها ان ال v بقت ايه؟ بقت 4 times، يعني بقت 4v. لا ده هنا بنتكلم على ال radius، يبقى بقى ايه؟ 4r. قال لي so for the particles to move with the same speed، يبقى هو هيتحرك بنفس ال speed، يبقى ال v هنا كده مالها شباب ثابته، وال radius في الحاله الاولى كان r، يبقى في الحاله الثانيه هيبقى 4r. طيب قال لي it's a new circular orbit، the centripetal force that affects the particles must be، يبقى centripetal force في الحالة دي هتبقى كام؟ طيب تعال نشوف الرول بتاعنا كده. centripetal force equal mass v square over r، ده كده ثابتة وده كده ثابتة، يبقى نستنتج من هنا ان centripetal force inverse proportional لمين؟ للradius. يعني هنقول ان ال f1 over ال f2 هيبقى equal r2 over r ايه يا شباب؟ r1. طيب R2 اللي هي بقت 4R بقت 4R، و R1 اللي هي R، فنشيل ده مع ده ونعمل cross multiplication. احنا عايزين مين؟ عايزين ده، يعني تعالوا كده نجيبها، يبقى ال F1 over ال F2 هيبقى equal كام؟ 4 over ال1. احنا محتاجين دي، يبقى هنا كده هنقول ايه بقى؟ ان ال F2 بقت ال quarter بتاع مين؟ F1. يبقى معنى كده انها حصل لها ايه؟ نقلت للكوارتر. فين الكوارتر؟ ده هاف، ده ريمين، لا ده دبلت، لا يبقى بقى ايه؟ كوارتر. هو ده. نيجي 36. What is the ratio between the centripetal force acting on the two bodies؟ عايز الريشيو بين centripetal force. قال لي equal in masses، يعني m1 equal ايه؟ m2. قال لي if the radius of the first body moves with the speed، ده كده اللي هي v1. قال لي horizontal circular ده الديامتر، خلي بالنا ده ايه يا شباب؟ الديامتر، يبقى في الحاله دي الريديوس هيبقى ايكوال ايه؟ هيبقى ايكوال 2. قال لي and the second body moves with the speed، يبقى ده كده ال v2. قال لي in the horizontal circular of diameter، ده الديامتر، يبقى الريديوس بتاعه هيبقى ايكوال ايه؟ 4. طيب الرول بتاعنا اللي هو ده، هنعمل واحد للاوبجكت الاولاني وواحد للاوبجكت الثاني، ونعملها ايه؟ ونعملها ريشيو. يبقى نقول ان ال F1 equal MV1 power 2 over ال R. تعالوا نعوض بقى، ال M ما تغيرتش، ال V هنا اللي هي كام؟ 5. طبعا 5 power 2 يعني ب 25، تعالوا نكتبها 25 على طول. over ال radius هنا هيبقى كام؟ هيبقى 2. ده كده بالنسبة ل F1. تعالوا نشوف F2، ادي F2 هيبقى equal ال M، ما حصلهاش حاجة، V1 power 2 over ال R. تعالوا نعوض اهو، ال M1 هنسيبها زي ما هي، ال V2 فين ال V2؟ وده كده 2، فين ال V2 اللي هي 10 باور 2 يعني 100، والريديوس هنا هيبقى كام؟ هيبقى 4. خلي بالنا ال 8 ده ديامتر وال 4 ده ديامتر، فبناخد النص. طبعا هنا هنشيل ال M مع ال M، وهنا
ده كده في ال1 وده كده فيها ال2. ده كده الدومينيتور بتاع الدومينيتور تطلع نوميريتور فوق، يبقى هيطلع لنا هنا هيبقى 2 تايمز 25 اوفر كام يا شباب؟ ال100. طبعا 2 تايمز 25 يعني 50 اوفر ال100. طبعا 50 اوفر ال100 يعني بهاف يعني ب 0.8 بهاف يعني 1 اوفر 2 عشان هو عايز الريشيو. يبقى فين الهاف اللي هي 1 اوفر 2. ده كده 30 كام يا شباب؟ 36. question 37 pull two poles A and X and Y. قال لي I identical. Identical معناها شباب ان M1 equal M2. قال لي each of them is tied to the thread. الاثنين مربوطين ايه؟ بخيط. كل واحدة مربوطة بخيط. قال لي if the two poles undergoes a uniform circular motion. الاثنين بتحركوا في circular motion. قال لي if the same periodic time يبقى معنى كده ان T هنا نخليها X وهنا ايه Y. وهنا هيبقى T بتاع ال X equal T بتاع مين شباب؟ بتاع مين؟ ال Y. طيب. بولي if the two poles undergoes a uniform circular motion of the same periodic time in the horizontal plane. قال where the radius of the path of the pole X. يبقى radius بتاع X ده قال لي is two times as larger as that of pole Y. يعني لو ده كده يا شباب 2R يبقى معنى كده ان ده ايه؟ هيبقى R. يبقى ده ضعف ده. عايز مين بقى؟ عايز الريشيو between the tangent A force. Tangent force اللي هي TX. تمام حلوة. طب لو احنا كتبنا الرول بتاعنا اللي هو الاف ايكوال الام في باور 2 اوفر الار. تمام كده يا جماعة؟ تمام قوي. طيب هل انا عندي في؟ مشكلة ما عنديش في. طيب ما انا عندي رول يا جماعة بيقول لي ان tangent force ايكوال 2 باي ار اوفر البريودك تايم. يبقى معنى كده انا هشيل الفي ده واحط مكانها الجزء ده ادي الماس. خلي بالنا ان ده باور 2 فهينزل على الكل ده. هننزله على على الـ على 2 تبقى كام؟ تبقى 4. ينزل على الباي يبقى باي باور 2. هينزل على الار يبقى ار باور 2 وفي هنا ار فيروح الار مع الار يبقى مع الباور يبقى لنا مين؟ او تعالوا نحطها مره واحده. ناخدها واحده واحده. هنا باور 2 وهينزل على التي. هنا طبعا الار هتيجي اهي وينزل على التي يبقى تي ايه؟ باور 2. فنشيل ده مع ده يبقى معنى كده ان التانجنت فيلوسيتي هيبقى ايكوال 4 ام باي باور 2 ريديوس اوفر المين التي بورتو. طيب انا هعمل واحد لاكس واحد لايه لواي. يبقى انا هجيب التي بتاع اكس اهو ايكوال ادي ال4 ادي الام الباي. طبعا انا سبتها ام لان الاثنين ايه زي بعض باور 2. الريديوس بتاع مين؟ بتاع مين؟ الراديوس بتاع اكس. الراديوس بتاع اكس هنشيل الار بتاعته ونحط مكانها ايه 2r. ادي 2r ماشي يا شباب لان احنا اتفقنا ان ار اكس ب 2 ايه ار. خد بالك من الحته دي. طيب على البريودك تايم سكوير فهنسيبها زي ما هي تي باور 2 لان هو هنا اصلا قال لي ان هما نفس البريودك ايه تايم. تعالوا ناخد واحده بقى لمين للواي. هنقول ان التي بتاع واي هيبقى ايكوال ادي ال4 ادي الام ادي الباي باور 2. الراديوس بقى الار بتاع واي هو اتفقنا ان هو بار يبقى ادي كده ايه ار على البريودك تايم اللي هو هيبقى تي باور 2. تعالوا نشوف بقى نعملها ايه از ريشيو كده. اول حاجه هنطير تي باور 2 مع تي باور 2 ونطير الفور مع الفور والام مع الام والباي باور 2 مع الباي باور 2 وال1 والار مع الار. اتبقى لي من الليله دي كلها فوق هنا كده 2 وتحت كده هنا 1. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا 2 اوفر 1 اللي هو فين؟ اللي هو ده. ده كده كويشن كام يا شباب؟ كويشن 37 اللي هو 2 اوفر 1. طيب تعال نشوف الكويشن اللي بعده. بيقول لي قال لي the following figure shows three vehicles A, B, C. حلو قوي. قال لي and they and are moving with the same speed in the in three horizontal A curved roadways. يبقى الثلاثة بيلفوا في horizontal A curved road. بولي if the mass of each of the two vehicles A and B equal M. يبقى ده كده M وده كده إيه M. قال لي what that C 3M. يبقى ده كده 3M. ماشي. قال لي and the diameters of the curved of the path of the vehicles A and C
الديامتر بتاع ده كده والديامتر بتاع ده كده. قال لي equal ايه يا شباب؟ قال لي equal the radius of the curved A of the path vehicle B. يعني الديامتر ده والديامتر ده ماشي، قال لي الديامتر منهم equal مين؟ الراديوس بتاع ده. طيب لو انا حابب اخد الراديوس ده، لو سميت ده radius R وده كده الراديوس هيبقى ايه؟ R. يبقى الراديوس في الحالة دي هيبقى equal ايه؟ 2R. فناخد بالنا ماشي، لان الراديوس قد الديامتر ماشي، فيبقى في الحالة دي الراديوس ده ضعف الراديوس ده. طيب عايز مين بقى؟ ماشي equal. تمام وصلنا لهنا كده. قال لي so the correct order of the vehicles according to their possible going to skid. يبقى احنا عايزين مين؟ عايز التانجنت velocity. تعالوا نجيب التانجنت force law. سوري، ادي ال FC equal MV power 2 over ال R. طيب هنجيبها بالنسبة لـ A. تعالوا نشوف الماس بتاع A اللي هي M. طيب ال V هو L is the same speed، كده كده ال V ثابتة مش هتتغير اهو، V power 2 over ال R هنا بتاع A هو اتفقنا ان هو ايه؟ R. يبقى احنا كده جبنا بتاع مين؟ بتاع A. تعالوا نجيب بتاع مين؟ B. ادي ال FC بالنسبة لـ B، ادي الرول بتاعنا MV power 2 over ال R ده power 2. تعالوا نعوض ال M بتاعته يعني M، وال V ثابتة اللي هي V power 2، والradius خلي بالنا هيبقى هنا كام؟ هيبقى 2R 2R. يبقى احنا كده جبنا بتاع مين؟ بتاع B. طب تعالوا نجيب بتاع C، ادي ال FC بالنسبة لمين؟ C. نكتب الرول MV power 2 over ال R. تعالوا نعوض ال M هنا بكام؟ ب 3M اها 3M، وهنا ال V power 2 over ال R ده كده بالنسبة لمين؟ C. يبقى احنا جبنا ال centripetal force ال A وال B وال C. تعالوا نشوف مين اكبر، هنا V power 2 over R، هنا MV power 2 over ال over ال half R. يبقى هنا A اكبر من B، يبقى نقول ان A اكبر منين؟ من B. طب تعالوا نشوف في C، ده C هنا 3 MV power 2 وهنا MV power 2، يبقى معنى كده ان C اكبر من A، يبقى هيبقى C أكبر من A. يبقى الترتيب بتاعنا C أكبر من A وA أكبر من B. يبقى فين عايزين C أكبر من A وA أكبر من B؟ يبقى الكوركت أنسر اللي هو بتاعنا ده اللي هو C أكبر من A وA أكبر من B. يبقى هو ده الكوركت أنسر بالنسبة لكويستشن كام؟ كويستشن كام ده 38. طيب تعالوا نروح السؤال اللي بعده. Willie, what is the proper reasons for the car to go into skid while negotiating a horizontal A curved A route? طيب A لو انا عندي عربية بتتحرك فين يا شباب؟ بتتحرك في circular path. A السبب ان يخلي العربية تعمل ايه؟ تعمل skidding، يعني تزحلق وتبعد. السبب في كده طبعا العربية لما بتتحرك في circular path كده centripetal force دي بتعتبر الفريكشن فورس بين التاير والروت. يبقى لما هي بتعمل سكيت يعني بتزحلق وتبعد، معنى كده ان السنتربيتال فورس اللي هي مين؟ الفريكشن ايه؟ فورس. It is not enough. طب هنا قال لي the relative great reactions. لا طبعا الرياكشن ملهاش علاقه، الرياكشن ده في حاله لو هو عامل inclined ماشي. قال لي insufficiently small friction force. قال لي ايوه هي دي، بس between mean the tires will tires of the car and the road. يبقى ده الكوركت انسر ايه بتاعنا. نيجي للسؤال اللي بعده. قال لي a car moves in the curved road of the radius R. قال لي bank it with a small theta. ماشي. قال لي with a horizontal A plane. So which of the following diagram represent the directions of the Earth's gravitational force? يبقى هو عايز ال direction بتاع ال gravitational force. قال لي ايه كمان؟ قال لي the reactions of the road of the car. طبعا ال gravitational force بيبقى في ال direction ده، والرياكشن فورس بيبقى في اني دايركشن اللي هو في الدايركشن ده. يبقى الكوركت انسر بتاعنا اللي هو مين يا شباب؟ الاي. السؤال اللي بعده بيقول لي a car moves on the banked curved road as shown in the opposite figure hence the centripetal force that acts on the car results from. يبقى هو عايز مين؟ عايز الفورس اللي بتخلي العربيه دي تتحرك فين؟ في سيركلر باث. اولا كده انا عندي في فورس لتحت اللي هي مين؟ الويت، واللي احنا رسمينها لسه دي اللي هي الرياكشن ايه؟ فورس اللي هي دي. طبعا الرياكشن فورس عامله
عامله انجل اسمها ثيتا هنا كده، فده اللي هي سماها اف ان اللي هي الرياكشن فورس. هعمل لها ريسولفنج في 2 دايمنشنز ماشي، ده كده هيبقى اف ان كوزين ثيتا. طبعا الترم الاولاني كنا بنقول ده الكوزين وده الساين، لا يا شباب اللي عنده الانجل بيبقى هو الكوزين ماشي، اللي عنده الانجل هو ايه الكوزين، وده شرحنا في الدرس. وده كده هنسميه الاف ان ساين ايه ثيتا. طيب وفي فريكشن فورس في الاتجاه ده، ده كده فريكشن ايه فورس، هعمل هي عامله انجل هنا اهي، الانجل ده اسمه ايه ثيتا، هعمل لها ريسولفنج في الدايركشن ده، فيبقى عندي اف فريكشن كوزين ايه ثيتا. طبعا ده خد كوزين عشان الانجل معاه، وده كده هيبقى الاف فريكشن ساين ايه ثيتا. لو بصينا لده وده دول ايكوال ان ماجنيتيود واوبزيت دايركشن، انما الاثنين دول الكومبوننت بتاع الرياكشن والفريكشن هم اللي بيخلوا العربيه تتحرك فين في السيركلر باث. يبقى هنا بيقول لي عايز الريزلتنت فورس، يبقى الريزلتنت فورس هي الكومبوننت ماشي يا شباب. يبقى كده الكومبوننت فين، احنا هنقول الكومبوننت هنا الفيرتيكال كومبوننتس اوف ذا فريكشن فورس اند ذا رياكشن، لا هي مش الفيرتيكال هي الهوريزونتال، احنا بنتكلم في الهوريزونتال. هنا ال horizontal components of the frictional force and that of the reaction هي دي ال B. يبقى ده كده question كام 41. تعالوا نخش السؤال اللي بعده. قال لي a circus player indented to the right of the motorcycles in the vertical A loop assuming that the loop is، طبعا اللوب اللي احنا شرحناه في الدرس اللي هو بيبقى فيه عنده خيط كده متعلق فيه weight وفيه خيط كده ماشي، هو ده بيخلي الاوبجكت ده يلف في سيركلر باث. في الحاله دي كنا بنقول ان السنتربيتال فورس ايكوال مين يا شباب، ايكوال الويت. طيب عايز ايه بقى؟ قال لي اللوب ذا سيركلر اوف ذا ريديوس ار، قال لي وات از ذا ليست سبيد، عايز الفي. ذا بلاير شود هاف ات ذا توب اوف ذا لوب ريمينز كونستنت وذ ات، يبقى هو عايز مين؟ عايز الفي. طبعا هنا كده ده السنتربيتال فورس اللي هي ام في باور 2 اوفر الار، وده الويت اللي هو ماس تايمز ايه جرافيتي. هنشيل الماس مع الماس ونعمل كروس مالتيبليكيشن وناخد الروت، يبقى الفي هيبقى ايكوال روت جي ار، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين السي. الكويشن اللي بعديه، الكويشن اللي بعديه بيقول لي ايه بقى، بيقول لي ان ذا ديسبلاي ويندو اوف ذا توي ستور از ذا سمول از ذا مول، قال لي ا باتري باورتد بلينس از سسبندد فروم ذا سترينج اند ذا فلاينج اون ذا هوريزونتال اي سيركل، قال لي ذا 631 جرام اللي هي 6031 جرام بلين ميكس ا كومبليت سيركل، بتعمل لفه كل 2.15، يبقى ده كده البريدكت تايم وده كده مين يا شباب الماس. قال لي ذا ريديوس اوف ذا سيركل ده الار، قال لي ديتيرمين ذا سنتربيتال اي فورس، عايز مين يا شباب؟ عايز السنتربيتال فورس. اولا انا هجيب التانجنت فيلوسيتي اللي هي ايكوال 2 باي ار over التي. تعالوا نعوض كده، هنقول ادي ال2 تايمز الباي تايمز الار اللي هو فين الار اللي هو 0.985 over البريودك تايم اللي هو ده كده 2.15. الكالكليتور بقى تطلع الناتج هيطلع 2.78 طبعا متر بير سكند. يبقى احنا كده جبنا من التانجنت velocity، عايز الـ speed الـ force، يبقى نقول ان الـ FC equal الـ MV power 2 over الـ R. الـ M هنا اللي هي كام؟ اهي اللي هي 631 هنعملها times 10 power negative 3 عشان هي بالجرام. الـ V اللي هي جبناها اللي هي 2.78 طبعا power 2 over radius، فين الradius اللي هو ده 0.95 طبعا بالكالكليتور تطلع 5.13 ايه نيوتن، فين 5.13 اللي هي ايه. نيجي للquestion اللي بعده 44، what is the maximum frictional force between the tires of the car and the road اللي هو equal 0.5 الويت. يبقى معنى كده الفريكشن فورس هو السنتربيتال فورس اللي هو الاف سي ايكوال 0.85 ويت. عايز مين بقى؟ قال لي اف ذا كار نيجوتيشن ا كيرفت ريديوس ده الار، قال لي سو ذا تانجنت فيلوسيتي،
طبعا ده كده اللي هو ام في باور 2 اوفر الار، وده هيبقى 0.5 ام جي. هنشيل ده مع ده، احنا عايزين الفي، نعمل كروس ملتيبليكيشن بقى. الفي هيبقى ايكوال الروت بتاع 0.5 تايمز جي تايمز الار. نعوض بقى بالارقام 0.5 تايمز جي، الجي هنا بكام اهي 9.8 الريديوس هنا اللي هو ب 10. كل ده تحت مين؟ تحت الروت. ونجيبها بالكالكليتر يطلع كام يا شباب؟ هيطلع 5 متر بير سكند. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا بين 7 متر بير سكند اللي هو مين؟ البي. طيب نخش على الكويشن اللي بعديه. كويشن شيل الكلام ده الاول. كويشن كام؟ 45. ولي اريزنج اوف ذا ماس كده ماس. قال لي جيتس راوند ذا سيركلر باث اوف ذا تراك اوف ذا ريديوس. مديني كده الار. بيقول لي اف ذا ماكسيمم ثريت that the track withdrew اللي هي ده كده اللي هي tension force او بنسميها مين centripetal force. قال لي maximum speed with the car. يبقى هو عايز مين؟ عايز maximum ايه speed. طبعا انا عندي ان ال v ال f c equal ال mass في square over ال r. طيب احنا عايزين ال v، يبقى نعمل cross multiplication، يبقى ال f في ال r over ال m طبعا تحت الروت. تعالوا نعوض بقى بالكلك. هنا ال F بكام يا شباب؟ فين ال F؟ اها ب 10 باور 5 تايمز ال R هنا اللي هو ب 10 اوفر ايه هنا 10 باور ايه 2. طبعا ده فيها هنا يبقى فيها 3، يعني تحت الروت هيبقى 1 وقدامه 4 0. تطلع بكام؟ تطلع ب 100 يا شباب متر بير سكند. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ 100. نيجي الكويشن اللي بعديه. كويشن كام؟ 46. بيقول لي if an aircraft exuded a horizontal loop of the radius 1 كيلومتر. خلي بالنا ان هو ايه 1 كيلومتر، يعني ده كده يعتبر ايه 1000 متر. قال لي state speed of 9000 كيلومتر بير اور. طبعا ده 9000 فهنعمله ايه؟ هنعمله تايمز 10 تايمز كام يا شباب؟ 5 اوفر 18، يعني ده كده 5 100 نعمله تايمز 5 اوفر 18 عشان نحوله من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند. لما نجيبها بالكالكليتر هتطلع 250 متر بير سكند. بيقول لي سو ذا ريشيو بتوين ذا سنتربيتال اكسلريشنز تو ذا اكسلريشن ديو تو ذا جرافيتي. عايز الريشيو بين السنتربيتال اكسلريشن ومين؟ والجرافيتي. طيب تعالوا نشوف ايه بقى. الاي سي هيبقى ايكوال يا شباب؟ ايكوال الفي باور 2 over a ال r. طيب انا عندي مشكله، محتاج مين؟ محتاج الجرافيتي اكسلريشن. فنعمل حركه لطيفه قوي، ان انا هم عامل هنا ديفايد جي وعامل هنا ديفايد مين؟ جي. انا عايز ده اوفر ده. خلاص هنبدا نحط الارقام بتاعتنا. ال v بكام؟ فين ال v؟ اللي هي 250 تايمز ال، طبعا مفيش تايمز هنا، ديفايد ال r اللي هي بكام؟ 1000. والجرافيتي اكسلريشن اللي هي بكام؟ ب 10. ادي 10 طبعا بالكالكليتر هنشيل 0 0 تطلع كام يا شباب؟ هتطلع ده في هنا باور 2، ما ناخد بالنا من الحته دي. في هنا باور ايه 2. لما نجيب ده بالكالكليتر يطلع 6.25، وطبعا ما فيش يونت. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ بي. 47 بولي. بولي a planet of the mass. ده كده الماس بتاعتها. قال لي rotates in the circular a path. بتلف في circular يا شباب path بالشكل ده كده اهو. يبقى هي مثلا في الحته دي. قال لي such that the displacement within the quarter circle is. ده كده مين؟ الديسبيسمنت لما تعمل ربع لفه، يعني لو هي عند البوينت A وصلت للبوينت B يبقى ده كده بنسميها مين؟ الديسبيسمنت. ده كده الديسبيسمنت. في الحاله دي الديسبيسمنت قال لي انها ايكوال روت 2 times 10 باور كام؟ باور 10 متر. ده كده من الديسبيسمنت. قال لي cover a half circle لما عملت نص لفة. عملت نص ايه؟ لفة. خدت كام؟ قال لي 10 باور 6 سكند. يبقى التايم خدته التايم ده عشان تعمل نص لفة. يبقى معنى كده ان البريودك تايم هضرب ده في 2 يبقى 2t، يعني ايكوال 2
times كام times 10 power a 6 second. يبقى ده كده مين البريودك تايم. Then the centripetal force. يبقى هو عايز مين centripetal force. عشان اجيب centripetal force محتاج الماس موجودة. محتاج الفي مش موجودة. محتاج الار مش موجودة. طب هنجيب الار ازاي؟ تعال نبدأ الاول بالار. اتفقنا من الترم الاولاني. ده كده الار. اهو. وده كده من يا شباب الار. اتفقنا من الترم الاولاني. لو انا بجيب الديامتر كنت بجيب الديسبليسمنت لما الاوبجكت يعمل ربع لفة. كنا بنجيبه باي ايه؟ باي ثيغرس. فكنا بنقول كده ان دي ايكوال ار روت 2 تمام. او ممكن نخليها بقى عشان الروت ده ما عملناش مشكله او ممكن نسيبها زي ما هي. الدي هنا بكام؟ ادي الدي اهو اللي هو روت 2 تايمز 10 باور 10 ال ايكوال ادي الار تايمز ال 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 هنا ار روت 2 اهو ادي روت 2 هنشيل روت 2 مع روت 2 يبقى ال r equal كام 10 power 10 يبقى ال r equal 10 power 10 طبعا ايه متر. يبقى ده اول حاجة انا عايز اللي هي مين الريديوس. طيب بعد كده هجيب مين التانجنت ايه velocity اللي هي ال v هتبقى equal 2 by r over t. تعالوا نعوض ادي 2 سيب ال by زي ما هي times ال r اللي هي 10 power كام 10 power 2 over البريودك تايم اللي احنا جبناه 2 times 10 power 6 هنشيل 2 مع 2 وده كده مع ده يتبقى كام 4 ونجيبها بالكالكليتر هيطلع باي باور 2 لا مفيش باي سوري هنا باي تايمز 10 باور كام باور 4 متر بير سكند لان هو هنا جايبها اصلا بدلاله مين الباي فهسيب الباي الباي زي ما هي. طيب بعد كده هجيب مين التانجنت السنتربيتال فورس اللي هي ايكوال ام في باور 2 اوفر الار. طيب الفي هنا بكام الماس تعالوا نجيب الماس الاول اهي طبعا هنا 10 باور 20 تايمز الفي فين الفي اهي بس في هنا باور فالباور هينزل على الباي يخليها باي باور 2 تايمز هينزل على الفور يخليها تايمز 8 يعني بقول بعمل 10 باور 2 تايمز 10 باور 2 فبجمع الباور اوفر الار فين الار يا شباب احنا كنا جايبينه اللي هو اهو 10 باور ايه باور 10 طبعا ممكن اشيل ده مع ده يبقى هنا 10 هنا 10 وهنا 8 يبقى هنا كام يبقى 18 يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو باي باور 2 تايمز 10 باور كام يا شباب باور 18 نيوتن يبقى فين باي ده لا ده لا يبقى هي دي يبقى الكوركت انسر بتاعنا مين اللي هو السي. وده كويستشن 47 واخر سؤال معانا في الدرس السنتربيتال فورس والسنتربيتال اكسلريشن. ويبقى احنا كده خلصنا كل اسئلته. اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.